طبعا تستقبل مديرية التسجيل العقاري في نينوى يوميا مئات المراجعين في مختلف المعاملات التي ترد إلى مديريتنا، ولكن الحمد لله مديرية التسجيل العقاري بفضل موظفيها نحاول نستقطب أكبر عدد من المراجعين من خلال صور القيود، من خلال التمليكات التي ترد إلينا من دائرة بلدية الموصل، تمليكات الشهداء والجرحى والمصابين. وتعرفون يعني حتى الجانب الأيمن بدأت به يعني الحركة التجارية وبدأت التوسع العمراني الموجود به، فلازم يصير زخم بدائرة التسجيل العقاري. بس إحنا مع هذا دا نسحب الزخم هذا من المراجعين، والحمد لله والشكر ما عندنا مشاكل، بس ينقصنا بعض الكادر. يعني نتمنى أنه من السيد المحافظ يرفدنا بعدد من الموظفين لرفد مديريتنا بهذا الكادر حتى نستقطب أكبر عدد من المراجعين. تعرف هو النقص اللي يصير عندنا، يعني قسم الموظفين انحالوا إلى التقاعد، قسم الموظفين يعني دي يتمتعون بجائز مال 5 سنوات، ولهذا صار عندنا هذا النقص الموجود. والحمد لله وشكر، هو دا يصير زخم عندنا بدارة، بس دا نسحب هذا الزخم. احنا مستمرين بعملنا ودا نسحب الزخم.